دار المرافقة والإدماج هو التوجه والمسعى الجديد لقطاع التكوين والتعليم المهنيين من أجل الأخذ بيد الشباب وتوجيههم لتجسيد مشاريعهم، وهو ذات المسعى الذي يمتد ليصل مناطق الظل كما عبرت عن ذلك وزيرة القطاع من بسكرة. في كل ولاية كاين دار مرافقة، بعض الولايات يكون فيها أكثر من دار مرافقة. احنا حرصنا على أن دور المرافقة هذه تكون في مركز أو مؤسسة تابعة لقطاع التكوين قريبة من المواصلات باش الشباب يجيها بسهولة. المفروض الشاب لما يجي لدار المرافقة يلقى من يسمعه، من يوجهه، لأن كاين كثير شباب عندهم أفكار، عندهم مشاريع، حاب يخدم خاصة في مناطق الظل. فرح نفتح أقسام صغيرة للتكوين على مستوى مناطق الظل. وفي الوقت الذي تشجع وزارة المؤسسات الصغيرة والناشئة خلق المؤسسات وتمكينها من التوطين في مختلف الحاضنات عبر الوطن، توفر الميكانيزمات الواجب اتخاذها لنجاح المشاريع. الميساج كيفو باسي لي جون لازم يفهموه الشباب. كاين مؤسسات ثانية متعثرة لغيرت نشاط لباع العتاد وشرع عتاد اخر ويعمل به، هذا ممكن الفولو ريغولاريزي لانه في القانون ممنوع هذا الشيء، لكن اليوم لازم في الاستراتيجيه الجديده الفو ناخذوا القرار انه نعدلوا له. يقعد لنا واحد يعني بالنسبه للمؤسسات، انا نقولها اليوم نقولها يعني وقلتها عده مرات، بالنسبه للمؤسسات المستفيده من قروض عندنا مشكل واحد ووحيد مع المؤسسات اللي باعت العتاد وحولت الاموال الى جهات اخرى. بولايه باتنا فاتحه الزياره كانت بزياره المدرسه الخاصه لناتاك للتكوين، وهناك اعطيت اشاره انطلاق تصوير حصه تعليميه لقناه المعرفه للتلفزيون الجزائري، كما شهد الوفد روح التعاون ومشاركه المجتمع المدني لانتاج الاقنعه الواقيه من وباء كورونا. نأكد أن المجتمع المدني يعمل معنا بكل يعني حاب يجي يخدم وحرص عنده بكل حرص أنه يشارك معنا في هذا الهبة التضامنية، يكون مع يكونوا الشابات وشباب تاع الهلال الأحمر الجزائري حاضرين في مراكز تكوين مهني. التوجه الجديد المبني على الرقمنة والمؤسسات والحاضنات ومرافقة مختلف الأجهزة يجعل من التكوين والتعليم المهنيين حاضنة للاقتصاد الوطني وجهازا فعالا لمحاربة البطالة.